مثلا بعد ما قمنا نشرحكم يعني بيت دير يعني كان الخطوه الاولى خاصه ببيت دير في الدرس او شرحنا لكم كلاود مثلا شرحنا لكم كلاود مثلا هات رايت بطبيعه الحال. الان سنقوم بشرح لكم كلاود هوستنج بطبيعه الحال وايضا هات رايت كذا ماركت كذلك انسيتياسيون بالاضافه ذلك ريستور بطبيعه الحال وكذلك البيزنس. كما شاهدنا بطبيعه الحال هو خاص بالمينينغ او مثلا يمكنك ان تحصل مثلا على المينينغ بطريقه بسيطه غير من خلال كل خطوه يمكن ان تقوم بإرسالها. هنا الذي كان مثلا اي سمستر 24 ساعة 24 هيرز عفوا وهنا 24 مثلا اوت تحل هنا 24 اوت تحل الذي كان ستاتيك ريفيني مثلا رايس 6.35% تيست سيرفيس فيس يعني 20% وكذلك يعني بيتد سيف مثلا. كما خبرتكم يمكنك ان تقوم بعمل احد الخطط التي تريدها سواء من خلال البي تي سي مثلا او مثلا الزي او سي. بالنسبه للكلاود مثلا هوستنج كلاود هوستنج بطبيعه الحال ليست متوفره في الوقت الراهن بطبيعه الحال. كذلك هنا خاصة بالهاش ماركت يمكن ان تجد في الهاش ماركت يعني مجموعة من المميزات خاصة مثل بيمو ديريكت واليت كذلك مجموعة من الاشياء خاصة بهذا الماركت خاصة مثل بهم. يمكنك ان تعمل من هنا جيستار يعني كري اكونت سيلكسي مثل يومين نيكستار مثلا يعني اوري بطريقة بسيطة غير من خلال يعني في هذا المكان كما تشاهد هنا من خلال هذا الموقع يعني الرائع بطبيعة الحال والموقع الجديد بطبيعة الحال. هناك انسيتياسيون بطبيعة الحال انسيتياسيون نفس الطريقة خاصة بطبيعة الحال كذلك بطريقة هناك الريسورس الخاص مثلا او مثلا هنا يمكن ان تعمل تعميد حسابيه خاصه مثلا ب 363 دير هذيك ميجا 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 هرتز. هنا الفيس 7332 خاصه بالكتر مثلا الكتريسيتي 0.3 كذلك هناك كلاسيك خاص مثلا. ثم يمكنك ان يقوم بجمع لك يعني عدد الارباح خاصه مثلا بهذه الطريقه يعني جيده من خلال المانيك. هنا كل شيء مثلا هنا التوتال خاص بالفيس كذلك هنا مثلا ستاتيك مثلا برينت داي يمكن تحصل مثلا على برينت بشكل يعني جيد وارباح جيده من خلال يعني هذا الموقع يعني اجيب. طبعا هنا سنشاهد مثلا البايج كذلك هناك ايضا بي سي الفايل كذلك مثلا سنشاهد مثلا اللايت كوين لايت كوين كذلك هنا مثلا توتال مثلا هاشر فيس 10 دولار الكتريستي فيس مثلا 360 360 يمكن ان تحصل مثلا على عائد جيد ويعني عائد كبير غير كما تشاهد هنا يعني 15 دولار وهذا شيء جميل جدا يمكن تحصل مثلا على ارباح جيده من خلاله يعني كل ربح. بطبيعة ذلك هناك البيز كذلك البونيس خاص مثلا بهذه الشركه. البونيس يمكنك ان تحصل مثلا على بيند يور ايميل 5 دولار بطبيعة الحال. هناك بيند فون نمبر يمكن تحصل ايضا يعني من خلال هذا الموقع. بطبيعة ذلك هناك كومبليت مثلا كيس يعني الكوبون خاص بك وهذا الشيء جميل جدا من خلال هذا الموقع خاص بالمايننج بطريقه بسيطه غير يمكنك ان تقوم بعمل مايننج بسهوله الغايه من خلال هذا الموقع الرائع. كذلك هنا سنشاهد مثلا الخاص مثلا كما اخبرتكم هنا الشير خاص بك كما تشاهد هنا الارباح هنا المايننج خاص مثلا بك كذلك ان كان لديك مايننج يمكن ان تشاهده في هذا المكان. الاوردر الذي عملته ستجده هنا هنا الالكتريسيتي بطبيعه الحال ستجده في هذا المكان خاص مثلا بالمايننج كذلك كالكتريسيتي باي كذلك او فاتورات خاصه مثلا بك الكوبونات ان كان لديك كوبون هنا الريفلي اي دي يمكنك ان تجني الارباح ان كنت لا تريد مثلا عمل مايننج او شيء اخر يمكنك فقط تجني يعني ارباح من خلال البونس بطريقه بسيطه للغايه. كذلك هنا الاين بوكس خاص بك الرسائل التي تاتيك من خلال الشركه كذلك هنا الاكونت سيتينغ يمكنك تعمل مثلا هنا الاكونت سيتينغ خاص مثلا بك بشكل يعني بسيط غير. هنا عديدي مثلا البيج مثلا يمكنك ان تقوم بليز مثلا البيج او مثلا الوايت خاص بك. هنا البي دي سي يمكن ان تقوم باضافه مثلا بليز انتري مثلا بي دي سي مثلا الادريس كذلك اذا كانت لك نوت يمكنك اضافته في هذا المكان حتى يمكنك ان تعمل يعني سحوبات جيدة من خلال يعني هذا الطريقة والطريقة الرائعة من خلال هذا الموقع ويعني سهل جدا موقع بسيط للغاية يعني موقع تقريبا مفهوم من خلال المايننج. يمكن ان تجد مثلا هنا الكلاسيك يعني كما اخبرتكم سابقا يمكن تختار مثلا هنا مثلا بوي اذا تم شراء مثلا هذه الماكينه يعني تقريبا 14 فاصله يعني 4000 فيل يعني هنا صفر داي يمكنك ان تختار مثلا 2 3 على حسب الماكينه التي تريد مثلا في الاوردر ويمكن من تلك الماكينه تحصل مثلا على ربح جديد. هنا بلون خاص مثلا بليت داي خاص مثلا كل يعني هذه يعني هذه الالات او مثلا هذه الماشين يمكن ان تجد مثلا كل شيء خاص مثلا بها بطريقه بسيطه غير من خلال كل ماشين على حده وحسب اختيارك الخاص من خلال كل ماشين. يمكنك ان تختار مثلا ماشين مثلا على حسب امكانياتك الخاصه مثلا 8 4 او مثلا 6 او مثلا 8 تيرا هيرس على حسب اختيارك الخاص. ثم بعد ذلك تختار مثلا هنا مثلا برانش مثلا بلون
ثم في هذا المكان يمكنك أن تجد مثلا هنا الخاص مثلا الأرض الخاص بسلبية كما تشاهد هنا في هذا المكان. يمكن تختار يعني الدفع عبر أحد البنوك خاص مثلا بالعملات المشفرة بطريقة بسيطة غير من خلال يعني هذا المشروع. تقريبا بيتي دار بطبيعة الحال هي يعني تولد لك يعني كل شيء بطريقة بسيطة خاص بالمينينج، يمكن أن تحقق منها يعني أرباح جيدة فقط يعني، وأيضا حتى تتبع الإسكاي تتبع عليه جدا. هذا كل شيء تقريبا هذا دار خاص مثلا بالبي تريدر بطبيعة الحال، يعني مواقع جيدة ومواقع التي يتمن منها مينينج بطريقة بسيطة للغاية وطريقة سلسة جدا. تقريبا هذا كل شيء خاص مثلا بهذه المنصة الكبيرة جدا والمنصة المعروفة للغاية. أضربكم على الشهر القادم.